السلام عليكم واهلا بيكم وحلقة جديدة ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. وعندنا النهاردة اسعار البورصة، تنفيذات ارض المزرعة، اسعار الكتاكيت، هقول لكم كمان النهاردة على تفصيلات مهمة قوي. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعة تكتبوها بايديكم في التعليقات وخلوها شاهد لينا يوم القيامة. اي حد من اخواتنا المتابعين عنده دورة تسمين، المتابعة معانا مجانا لنهاية الدورة، بتكلموني على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة. طيب النهاردة جالي كمية اسئلة كتير جدا على التليفون وكمان على التعليقات في القناة. يا سمر قوليلنا الكتاكيت هترفع، نشتري ولا نستنى؟ ايه اسعار البط غلت قوي، طيب نعمل ايه؟ بص يا جماعة، كل الحكاية انا ما اقدرش اقول لكم اشتروا ولا استنوا، الاسعار هترفع الاسعار هتنزل، دي كلها توقعات. ولكن كل اللي انا هقدر اقوله لحضراتكم النهاردة وهو ان المؤشر ثابت يا جماعة، اسعار السوق ثابتة. المؤشر النهاردة ثابت بقالنا تقريبا حوالي من اسبوع والمؤشر ثابت. معنى ثبات المؤشر ولا طلوع ولا نزول معناه ان المعروض يدوب مغطي الطلب، فمن قصدي يعني كمية الكتاكيت المعروضة يدوب مغطية الطلب من السوق. طيب امتى هتنزل الاسعار؟ لما يكون المعروض اعلى بكتير من الطلب في السوق، يبقى في الحالة دي الأسعار هتنزل. ولكن لو لا قدر الله المعروض أقل من السوق وأقل من الطلب، في الحالة دي الكتاكيت والأسعار بترفع في السماء. طيب احنا نعرف هي هتغلى ولا لا؟ محدش يعرف الغيب يا جماعة، ولكن دي كلها توقعات من خلال شغلنا في السوق والتعامل طول النهار مع الناس ومع الطلبات ومع الشركات والمؤشر بتاع السوق والبورصة طبعا. طيب اسعار البط بقى بالذات مش هتنزل. ليه مش هتنزل؟ لان احنا داخلين على مواسم، وكمان اسعار البط دايما معروف ان هي بتغلى وقت الشتاء او في الوقت اللي احنا فيه ده، كل الناس بتدخل بقى علشان رمضان والكلام ده كله، كل سنه وحضراتكم طيبين، فبيبقى في اسعار البط غاليه كتير جدا. كانت اسعار البط بقى لها فتره كانت قليله جدا، وكنت بقول لكم يا جماعه ابداوا اشتغلوا، ما تستنوش يعني ما تستهونوش بنزول الاسعار، لان يوم ما هتطلع الاسعار الشركات مش هترحم المربي، وبالفعل ده اللي حاصل النهارده. فتاني هقول لكم اللي محتاج ينزل كتكوت ينزل، واللي مش محتاج يقدر ان هو يستنى شويه براحتكم يا جماعه. طيب تعالوا النهارده نتكلم على تنفيذات المزرعه. طبعا تنفيذات المزرعه الايام دي حلوه جدا لاخواتنا المربيين، ربنا يصلح حال الجميع. طبعا المربيين في الفتره اللي فاتت وقت الحر كانوا يعني كان فيه ضرر كبير جدا بالنسبه للنافق العالي والاسعار اللي كانت واقعه والكلام ده كله، فربنا بيعوض لان يعني دوام الحال من المحال. فهو التسمين كده يوم طالع يوم نازل، المهم ان انتوا تشتغلوا وربنا بيوفقكم، وكل واحد في نهايه الدوره بياخد رزقه ونصيبه. النهارده تعالوا نبدا بتنفيذات ارض المزرعه، وهرجع اقول لكم اسعار الكتاكيت واقول لكم كمان اسعار الاعلاف. ما تنسوش انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، وكمان ما تنسوش ان انتوا تحطوا لايك للفيديو علشان يترفع وغيركم كتير يستفيد. تعالوا بينا نقول اسعار المزرعه وبعدين نرجع تاني لاسعار الكتاكيت والاعلاف. البط البلدي ارض المزرعه 105 جنيه والمحلات 115 جنيه للكيلو. الفرنساوي ارض المزرعه 80 جنيه والمحلات 90 جنيه للكيلو. المولر ارض المزرعه 85 جنيه والمحلات 95 جنيه للكيلو. البط المسكوفي ارض المزرعه 95 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو. البط البكيني ارض المزرعه 65 جنيه والمحلات 75 جنيه للكيلو. الارنب ارض المزرعه 80 جنيه والمحلات 90 جنيه للكيلو. السمان ارض المزرعه 50 جنيه والمحلات 60 جنيه للجوز. الروم الابيض ارض المزرعه 115 جنيه والمحلات 125 جنيه للكيلو. الروم البلدي الاسود ارض المزرعه 120 جنيه والمحلات 130 جنيه للكيلو. الحمام البلدي ارض المزرعه 85 جنيه والمحلات 95 جنيه للجوز. اما عن الفراخ البلدي النهارده ارتفاع قوي جدا، ارض المزرعه 100 جنيه والمحلات 110 جنيه للكيلو. انخفاض الساسو 93 جنيه ارض المزرعه والمحلات 100 جنيه للكيلو. ارتفاع الرزي والفيومي ارض المزرعه 95 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو. انخفاض امهات الاحمر البياض 58 جنيه ارض المزرعه والمحلات 65 جنيه للكيلو. امهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة ارتفاع ارض المزرعة 63 جنيه والمحلات 70 جنيه للكيلو. اما عن الفراخ البيضة النهاردة وفيها ارتفاع كبير جدا بيفرح المربيين، المعلن 68 جنيه والتنفيذ الفعلي ارض المزرعة 67 جنيه
والمحلات 74 جنيه، ما تشتريش باكتر من كده كمستهلك. اما عن اسعار الاعلاف النهارده وفيها انخفاض كبير ومستمر، اعلى عبوه علف النهارده ال 25 كيلو سوبر 470 جنيه بادي، 460 نامي، 450 ناهي. الكيلو قطعي في المحلات بيبدا من 21 جنيه ل 22 جنيه على حسب الشركه. الرده 40 كيلو العبوه 350 جنيه، قطعي في المحلات 10 جنيه. ادي العبوه النهارده 370 جنيه، الكيلو في المحلات 19 جنيه، المكرونه 180 جنيه للعبوه 10 كيلو، الكيلو قطاعي في المحلات 19 جنيه. اما عن اسعار الكتاكيت النهارده، البط المسكوفي 44 جنيه وقابل للزياده، البيور 30 جنيه، المولار 38 جنيه، الشروفان 26 جنيه للكتكوت عمر يوم، البط البكيني 26 جنيه، المسكوف المخلط 39 جنيه، الروم البلدي الاسود 33 جنيه للكتكوت عمر يوم، الرومي البلدي البرونزي 33 جنيه للكتكوت عمر يوم، كتكوت السمان عمر يوم الاسود 5 جنيه، والابيض البيور 6 جنيه، الروم الاسمر عمر شهر 72 جنيه للكتكوت، الروم الابيض عمر شهر 165 جنيه، بط مولر مستورد عمر شهر 58 جنيه، بط بيوري ستار تسمين 33 جنيه للكتكوت عمر يوم، البط الفرنساوي الابيض 27 جنيه للكتكوت عمر يوم. اما عن كتكوت الجميزه، بقاله فتره مش موجود وحاليا متوفر، الكتكوت 19 جنيه، ميزة البيور. رزي على وشه 18 جنيه، رزي فارس ديوك النهارده 19 جنيه، بلدي حر 11 جنيه، بلدي مشعر 11 جنيه، الهجين العالي النهارده 19 جنيه، الساسو الشفر النهارده 21 جنيه، والجيل الثاني 20 جنيه. اما عن الكتكوت الابيض النهارده وفيه ثبات واستقرار، وده معناه يا جماعه ان السوق بيجربوه الشركات. الكتكوت الابيض الاهالي النهارده 25 جنيه، وفي شركات النهارده بدا سعرها من ال 28 جنيه لحد ال 29 جنيه، وعاوز اقول لكم كمان ان فيه بعض الشركات وصل كتكوتها النهارده لحد ال 30 جنيه. مهم جدا جوده الكتكوت اللي حضراتكم بتشتغلوا بيه. كل اللي انا عاوز اقوله لحضراتكم النهارده، اشتغلوا ما توقفوش شغل، ربنا يكرم الجميع، واكيد الاسعار دي مش هتستمر كتير. دي كانت الاسعار المعلنه النهارده، نتمنى يكون القادم افضل. اشتغلوا ما توقفوش شغل، انتوا بخير في كل احوالكم، الدوام الحال من المحال، السوق طالع نازل، اشتغلوا، ما علينا غير السعي، والتوفيق بيكون من ربنا. دي كانت حلقتنا النهارده، لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد، ولو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفوتكم كتير. تحياتي للجميع، استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بألف صحه وخير.